التفاؤل أستاذ أحمد هو حسن الظن بالله، والتفاؤل توقع الخير، والتفاؤل ألا تسمح للمصائب أن تأخذك إلى اليأس، التفاؤل أن ترى ما عند الله وأن تكون واثقاً بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، التفاؤل أن تكون غنياً بالله، التفاؤل أن تنقل اهتماماتك إلى الدار الآخرة فالدنيا عندئذ لا تعنيك، التفاؤل أن ترى الهدف البعيد فإذا حالت عقبات دونه وأنت مصر عليه فأنت متفائل، والتفاؤل صفات العظماء، والتفاؤل صفات المؤمنين، والتفاؤل صفات الذين عرفوا أن الأمر بيد الله، صفات الموحدين، فالتفاؤل توقع الخير، والتفاؤل حسن الظن بالله، والتفاؤل أن تكون محصناً من أن يأخذك اليأس إلى مكان بعيد.